في شنطه جلد عمر. في جلد. تعمل كام دي؟ السلام عليكم. سلام. 250. سلامة. 250. 250 جلد ايه بقى يعني؟ كام مولكش الست دي يعني؟ كام الشنط دي؟ وريني دي كده دي بكام؟ دي تعمل 210. نعم. 210. 210 دي؟ ايوه. جلد ايه بقى؟ حرام عليك. جلد ايه بقى؟ لا 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 سيادتك بص على الجلد. انا عايز اشتريها دي. 210 ده في واحده. ده هات واحده جلد طبيعي دي مش كده؟ دي جلد طبيعي حاجه ايه بقى يعني؟ ما قلتش لستك يعني؟ دي افخم بضاعه عندنا. خد سيبك بقى من اللي في السوق كله. بص شوف بس خليك معايا يا استاذ لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت انا عايز هاخد الثلاث شنط دول. انا ايه؟ انا ايه؟ خد ودي. انا ايه؟ ودي. لا خش بقى في حاجه ثانيه بقى. ايه بقى؟ بص دي كده. يلا يلا شيل معاه. شيل. خد دي كمان. خد دي كمان. خد. خد يا حبيبي. يلا مش حاجه بقى للاطفال بقى. هاتهم في العربيه. لا شكرا 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 شكرا. حسابك كام؟ ايه ده 750. ايه ده مش ممكن. لو ايه ده الاستاذ جعران الشاعر العظيم. الشاعر العظيم انت جيت امتى من فرنسا؟ جعران اشهر شاعر. ده مشرفنا يا ابني. خلاص خلاص ده بيطلع في التلفزيون. ما بتشوفش غير ده. انا شفته انا قبل كده بيطلع في التلفزيون. شفته بيطلع ولا لا؟ لا شفته. اهلا وسهلا يا باشا. ايه يا ابني في ايه بس؟ عايز ايه يا استاذ جعران؟ تخش يا ابني. انا مش فاضي انت عارف. انا ما عنديش وقت. ارجوك ارجوك اخر قصيده كتبتها. يا ابني ارجوك يا ابني. انا من اشد المعجبين بيك يا عم. مش معجب بيا ايه؟ ما انا 100,000 واحد معجب بيا. مليون واحد. 200 مليون معجبين بيا. انت عايز ايه بالظبط؟ اخر قصيده. ابص ايدك. اخر قصيده اللي انت خدت بيها الجائزه في فرنسا. انا واخد جوائز في فرنسا وفي المانيا وفي انجلترا وفي فرنسا وفي كل جميع بلاد العالم يعني. بتاعت فرنسا بس. كل بلاد العالم يا حبيبي. انا واخد كل الاجائز في بلاد العالم. شاعر عظيم. ده مشرفنا في المحافل الدوليه. ايوه ايوه. واخد جائزه في فرنسا. بفرنسا في فرنسا. ايوه استاذ جعران ارجوك اخر قصيده قولها لي. ارجوك 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 يا شاعر عظيم. ده انا ماشي من نفس مدرستك. مدرسه المهجر. ارجوك. الله. يا اخي والله انا يعني انا كل واحد عامل في الشارع يقول لي قول لي شعر. معلش ما تضايقش نفسك يا باشا. ما تضايقش نفسك. معلش ما تضايقش نفسك. ده انا غلبان. اخر قصيده اتفضل قول يا عظيم. انت كالحمار. حمار انا يا ابني؟ مش انت الحمار. الشعر يقول كده. انت كالحمار. انت كالحمار في تحملك. الله. انت انت كالكلب. ايوه. انت كالكلب في وفائك. في وفائك يا سلام. ارجوك ارجوك. أيوة. اوعى تغير. انا حواليا كتير. الله. بتخاصمني حبة. أيوة. وتصالحني حبة. حبة. لا لا تشعللها. لا تولعها. شعللها شعللها. ولعها ولعها. الله الله يا أستاذ جعران. الله عليك. أنا كالكلب في وفائه. أنا كالحمار في تحمله. شايف الرمز في الشعر؟ لا لا شايف. شايف الشعر. كم حسابك؟ 750. شكرا شكرا يا ابني. شكرا. هايل هايل يا استاذ. ايه العظمه بتاعتك دي؟ جعران ثلاث اشهر وانت ملففني وراك. تعبتني. في ايه؟ مين ده؟ ده جعران. ده اكبر نصاب في مصر كلها. نصاب استاذ جعران الشاعر. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه العيار؟ ايه يا باشا؟ ده واخد شنط ب 750 جنيه. 750؟ 750 جنيه يا استاذ. نصبايه جديده دي ياد ولا ايه؟ نصنص. ايه العيار؟ سيب. اقلع اقلع اللي انت لابسه. ايه ده ايه ده؟ لا 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 كده هيئتك الحقيقيه. امال انت عمال تقول شاعر ومش شاعر؟ ما اعرفوش يا عم. ده شافوش شبه. استنى استنى. اه عمال يقول شاعر وانا شفتك. انت تعرفه ولا؟ ما اعرفوش يا باشا. استنى. نضاره. اقلع النضاره. ده شبه الاستاذ جعران. لا 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 جعران والعفش. عفش ايه؟ انتوا اتلميتوا تاني مع بعض يا عم. انا ما اعرفوش يا عم. اتلميتوا تاني مع بعض. ايه ده؟ فين الشنط؟ طيب فين الشنط؟ في شنط التاجر. هدول لك. طيب في شنط التاجر.
في شنطه تاخد ب 750 جنيه 750 ايوه 750 جنيه ده نسبه كبيره بقى يا عم ده معاه واد معاه 750 جنيه واد معاه طبعا طبعا ايوه فات على جنب 700 في واحد معاه تالت تاني كمان اللي خد ورا الشنطه ممكن تستناني شويه تعالى بس بلا استناك ممكن تستناني شويه ده انا انا معايا لا تعالى تعالى استنوني تعالى معايا الرايه ده انا فاهمك استناني شويه بس يا استاذ انت 750 جنيه في غيرك قصبت عليه ب 20000 و30000 نعم 20000 و30000 على اصل استنى بس اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه البارتو حطونا البارتو ده البارتو اللي سبت بكام يالا انا اصل 20 طب اقول لك 50 طب اوعى اوعى استنى بقى يا عم الحاج بقى اقول لك ده ايه يا حصامت ايه يا حصامت عيب انت جايب البارتو ده منين بص بقى البارتو ده وانا معاه منين يا عم جايبه منين البارتو ده ايه ده حمام انا هكل كلب فيه انا بكلمكم انتوا عدتوا نصابين بقى مع بعض يا لهوي الحال يا فهران يا عفن يا استاذ جعران اربع ابيات طيب اربع ابيات اربع ابيات اربع ابيات كده حضرتك خلاص حضرتك قول له بيت شعر طبعا عشان نخلص من الموال ده ارجوك بعد اذنك يعني دي فرصه عظيمه ان انا شفت حضرتك طبيعي اتفضل هتقولها لي بالعربي ولا ايه حضرتك ولا انت انا خدت الشعر في الفرنساوي يعني خدت الشعر في الفرنساوي قول لي الشعر اللي انا خدت عليه الجائزه تامي تامي بوركوا بارتي تامي تامي ريغاردي موا تامي تامي نمون امور تامي بوركوا بارتي اي لاف يو اي كار يو اي جوير اي جو تو سكول اند بول اير ده بالفرنساوي انا عايزه بالعربي الله العربي هيقوله لنا بالعربي عشان الترجمه عشان انا ما اعرفش الترجمه انا زيكم بالعربي يا استاذ جعران انت ايوه ده معناها يعني انت كالحمار انا يا ابني مش انت ده الشاعر يقول انت كالحمار ده مين شاعر مين ده انت يا ابني استناني انت كالحمار ده انا بكتب شعر سريالي ده سريالي ده شعر سريالي في شعر سريالي يا استاذ يا حبيبي في شعر فصحى في شعر عاميه في شعر سريالي الشعر السريالي ده بيبقى عباره عن مزج ما بين الشعريه العاميه والفصحى ده انت بيقول ايه بقى انت ايوه حمار انا حمار يا عمي ده ابني انت كالحمار في تحملك في تحملك انت كالكلب في وفائك واخلاصك ايوه انت كالتيس ايوه في قوتك وصلبك ارجوك اوعى تغير انا حواليا كتير بتخاصمني حبه ايوه وتصالحني حبه ايوه لا تشعللها الله ولا تولعها الله شعللها ولعها ولعها برافو يا استاذ ايه يا عم ده انت عبقري يا استاذ جعران ده شعر كده شعر ايه ده شعر خالص جعران شعر مين ده 3 اشهر ملففني حوالين نفسي لحد ما شفتك ومسكتك حظبط ايه ده حظبط انا ظابط ايه اللي انت لابسه ده اللي ايه ده واخد بتاعه مننا ب 330 380 380 مش ده استاذ جعران الشعر ده لا لو انت الصادق ده الاستاذ جعران اكبر نصاب في مصر ده واخد بتاعه ب 380 بس ثواني يا استاذ انت هو ثواني يا استاذ ثواني ايه الشنط فين ايه 380 جنيه حاضر انا هتصرف حاضر انا هتصرف الشعر ايه 380 انا هتصرف ما اعرفوش انا تعرفه منين يا عم انا بلاش استنى اقلع الاول 380 ربنا يستر معاك يا عم اقلع الاول اقلع ليه بس ربنا يستر معاك اقلع البارتو مش بتاعنا مأجره من واحد حرامي اقلع اللي انت لابسه ده حرامي اقلع والنبي البارتو ده اللي مأجره من واحد حرامي هيموتني اقلع حرامي انا هتصرف يا استاذ اقلع ايه ده واخد بتاع 380 380 380 ايه المنظر ده ايه ده صدق فاكر الاستاذ جعران الشاعر طلبه سيبه عمل يضمون عمل يضمون انا عملت ايه انا عملت ايه عصابت اقول لك عصابت في حمامه في يناير ايوه قابلتها في فبراير ما قابلتهاش في مارس قابلتها وما شفتهاش قصيدتي عجبتك قصيدة تعبانة
اديها الملحن تاني يعملها لك. اديها لانه ملحن. علي العسال. الله، هو ساب الاخراج وبيلحن؟ اديني علك. Thank you.